يعني يبدو الأجواء إيجابية شادي، وخصوصا بأنه دوائر قصر بعبدة تنتظر اتصالا من الرئيس المكلف لكي يحضر إلى بعبدة، وخصوصا بأنه كان هناك اتصالات مكثفة خلال هذا النهار، وتحديدا بعد انتهاء مؤتمر رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجي، فكان اتصال بين الوزير جبران باسيل والحاج وفيق صفا، حيث يعني كان موقف حزب الله من هذا الموضوع بأنه نفض يده من هذا الموضوع، وليحل هذا الموضوع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، لأنه يعني ضاق ذرعا من حلفائه كما قالوا لنا. ومن ناحية أخرى أيضا جرى اتصال بين الوزير جبران باسيل والرئيس المكلف حسان دياب، واتصال آخر بين الوزير جبران باسيل والرئيس بري، حيث أيضا جرى التواصل هاتفيا، وأيضا حضر قبل قليل إلى عين التينة بحسب الأجواء التي قيلت لنا، وبعيدا عن الإعلام، حيث التقى وزير الخارجية بالرئيس نبيه بري، ويبدو أنها الحلحلة باتت على مشارف النهاية والأجواء إيجابية كما ينقل لنا كل المصادر. بحسب المصادر بأنه تم الاتفاق على حكومة عشرينية، صارت مؤكدة حكومة عشرينية، وكان لتيار المردة ولرئيس تيار المردة حقيبتين، الأولى بقيت الأشغال لهم، وبحسب المعلومات بأنه كانت هي لمية يمين دويه، ولكن ارتأوا بأنه يعطوها لدكتور ميشيل نجار، وأصبحت لمية يمين دويه لحقيبة العمل. وبالإضافة إلى هيك، يعني من بعد ما عطوه العمل إلى تيار المردة، أصبح يعني لي دميانوس قطار اللي كان من المقرر أنه هو يكون وزير عمل، بات لي دميانوس قطار وهو من حصة الرئيس المكلف، باتت له وزارة الشؤون التنمية الإدارية بحسب المعلومات. والتوزيعة بحسب يعني هلا عم تتبدل بهذه اللحظات الأخيرة، وتحديدا انه اللمسات الأخيرة عم تنوضع على التشكيلة الحكومية ضمن هيدا الاتفاق اللي عم بيصير قبل الحضور الى قصر بعبدة. حزب الله صار من المؤكد انه له الصحة والصناعة، امل وزارة المالية اللي بات من المؤكد غازي وزني وزير للمالية، بالإضافة الى الزراعة والثقافة. الرئيس المكلف صار عنده الداخلية، الاتصالات، التربية، رئاسة الحكومة أكيد، والتنمية الإدارية اللي هي أيضا من حصة الرئيس المكلف لدميانوس قطار، المردة مثل ما قلنا الأشغال والعمل، الشباب والرياضة بحسب المعلومات ذهبت للأرمن، والدروز عندهم الشؤون والنازحين وهي باتت من المؤكد لرمزي مشرفية، والحقيبة الثانية السياحة بعد بحسب الأجواء والمعلومات من الحزب الديمقراطي بعد عم يندرس الاسم الثاني لهذه يعني لهذه الحقيبة. وزير الاتصالات اللي هو من حصة الرئيس المكلف كما قيل لنا بحسب المعلومات انه هو لطلال حواط وهو مقرب من النائب فيصل كرامي، ووزير الداخلية كمان بيت مؤكد محمد فهمي. حصة التيار من بعد هيدا الاتفاق اللي صار بالساعات الأخيرة، حصة التيار بقت 6 وزارات بحكومة 20، وهي كانت 6 وزارات بحكومة 18، إنما أصبحت 6 وزارات بحكومة 20 بعد زيادة درزي وكاثوليكي. وكانت أيضا أيمن حداد كان هو رح يكون كمان الأرثوذكسي من حصة الوزير جبران باسيل، وبعد أنه تم استبدال الأرثوذكسي بينه وبين تيار المردة، تم يعني التخلي عن أيمن حداد ليعين بداله اسم كاثوليكي. حتى الآن يعني لم يسرب الاسم الكاثوليكي الذي عين بدل أيمن حداد ليكون وزير للاقتصاد
والتجارة. هيدي هي الأجواء شادية. نحن بانتظار أن يعني يحضر الرئيس المكلف إلى قصر بعبدة ليتم الانتهاء من هذا الموضوع، وخصوصا بأنه كل المصادر تشير بأنه نحن بتنا أمام ولادة الحكومة أكيد بالساعات القليلة اللي نحن قادمين عليها. هذه شادية الأجواء هون بقصر بعبدة. أكيد لما يعني يقول لنا، تقول لنا دوائر بعبدة أي ساعة الموعد بين الرئيس المكلف، أكيد رح نكون معكم برسائل تاني. شادي.